يلا اختار بسرعه. او اللي تبغى. ها اختار، تبغى من هذه ولا تبغى من جوا؟ تعال. لا هذه. طيب شباب يبي يلعب معكم عادي؟ ايه والله بس الحمد لله. يلا نبغى نشوف مهاراتك. روح. انا ركان سليمان. وانا سعود. وانا حسام. انا نواف. لا يفوتك مقطعنا اليوم غير. تابعوا قناتنا اميجو. ما ادري ايش قدم، كنا والله كنا اوكي 3-2-1 اكشن. السلام الله وبركاته حبايب قلب، اليوم رجعين لكم فيديو جديد وخرافي جدا، مره قوي الجزء الثاني واخيرا. الله يستر الله يستر بيني. طبعا يا جماعه الخير الجزء هذا اللي خايفين فيه انا وركان ونواف، لان حسام طلع من القرعه لان المقطع اللي قبل. طبعا اللي ما يعرف الفكره اننا وش هو اللي تجي اسمه بالقرعه راح ينفذ اي طلب احنا نقوله، يقول نعم ما يقول لا. قاعدين نفكر الان في هذا الجزء عشان سمعنا طلباتكم، راح نخلي هذا الجزء ان شاء الله كل واحد يطلب طلبين. لا طلبين لا. يعني حسام يعني حظه يعني لا لا بس بيطلب طلبين. يا جماعه الخير لا تنسونا من اللايك واشتراك، طبعا والله العظيم اننا قاعدين نتعود ننزل لكم أشياء أنتم تحبونها. صحيح، وإذا أعجبكم برضو الجزء اكتبوا لنا تحت بالتعليقات عشان نشوف تعليقاتكم. شكرا لكم، تابعوا المقطع. أعرف حظي. يلا ها خلاص. أعرف حظي. يلا. وري وري المتابعين لحظة، لا حد يطالع. تكفى مين؟ من؟ أعرف حظي، أعرف حظي. الله يعينك يا سعود. طلبات يا ويلك يا ويلك. صراحة ما في امطار الان وسيارتي تحتاج لها ترسيل، احتاج تغسل سيارتي. يلا 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 والله ما لي دخل، فوت لي بليز، ما لي دخل، بس الاوتفيت صراحة يفوت بس غسل. يلا الكفرات 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 خليك كده يا ركان. باقي من ورا طول. يلا يلا غسل زين هناك. يلا غسل زين. يلا ما شاء الله عليه ممتاز، يبي له يغسل الموت في بعد. كل المنظمة كأنه غسل. قفل قفل ماي ماي ماي. باقي جهة ثانية جهة ثانية ممكن. إيه جهة ثانية صح. لا حد يشوفني. أجمل مقطع صراحة. أنا أوكي حسام أوكي. أي والله جزء ثالث. حد ثاني اللي أنا بعطيك إياه. الطلب الثاني يلا. خلص مرة كذا. نروح معك البقال الحين. مصري كرتون موية. نوقفك عند إشارة توزع للمودي. يلا توزع ما تبيع. توزع كذا عجب. طبعا بنعدل عشان شيء. نشتري كرتون مويه حلو، تروح توزع للي بالممشى، تعطي واحد يا اخي يا اخي ما جاء طلبين على كل شخص الا يوم دوري انا. احمد ربك والله عاد. يلا هذا هذا عطها. يلا مويه انزل نزلت معك سعود. عطها كسرت الام. عطها تدري شنو صار؟ خذها كلها. ثانك يو. شكرا لكم العافية. الحمد لله. كيف حالك طيب اخبارك؟ انا اسمي حشام. يا حبيبي اوه نفس اسمي. كيف حالك؟ سك طيب اخبارك؟ سك طيب كيف امورك؟ وزع على ابوك عاد اكيد تبون تطلعون يوتيوب؟ اي نطلع عادي. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله. تتابعونا اجل كل خميس؟ اي اكيد. ما شاء الله هذا محلكم؟ اي الله يوفقكم يا رب. ما شاء الله. امين يا حبيبي والله. لازم طالي ورد. ما شاء الله الله يبارك لكم فيه يا رب. ما شاء الله تبارك الله يا حبيبي والله. يلا اختار بسرعة. او اللي تبغى. ها اختار، تبغى من هذه ولا تبغى من جوا؟ تعال. لا هذه. طيب. ايش هذه والله؟ تبغى ورد؟ ها؟ طيب ايش رايك في هذه؟ الله يعطيك العافية. استنى. مستحي ترى. استنى. طيب. انتم جيراننا هنا؟ اي هنا يا بدر. الله يحييكم. دقيقة طيب. عطوني ورود. جيت هدايا. والله طيب يا ورود دائما اعطوني تحديات زي كذا. خلصت المويه
خلصت وجيتها هدايا شوف خلي رود ما في هلا منها هلا والله شلونك طيب خمه 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 اخوانك شلونك الله يحفظك يا رب وين اخوانك نادهم نادهم طبعا يا جماعه خير بعد بعد ما هدوني ذي النفسيه الحين طيبه عطني طلب لو تبيني عندي طلب صعب صراحه ايه تكفى تغير صوته ابيك تقابل متابعينك بس وين تقابلهم ابيك تروح الحين الحديقه تلعب تروح لهم تقول ابغى العب معكم كوره وتلعب مع المتابعين ها اتصدق والله ودي العب كوره امشوا يا الله كلي يا سعد كفو انت اغلى ناس يا الله نزل الكاميرا احسن شباب يبي يلعب معكم عادي يلا بس الحمد لله يلا نبغى نشوف مهاراتك روح يلا روح مع مين يلعب يلا روح هلا والله كيف حالك طيب اخبارك سك طيب علومك الحمد لله يا حبيبي تابعنا باليوتيوب أيوة. يا حبيبي والله شو اسمك خالد ونعم الله يا خالد يلا العب العب يلا خش مهاراتك يلا نبغى هدف تحداك تجيب هدف لعيوني يلا ابغى هدف بيك تسحب فيهم يلا يلا روح يلا ورنا والله عليك اوه والله وحش يلعب والله والله فنان والله والله اول لمسه نجيب لهم كره نجيب لهم خلي ركع يجيب لهم الحين وحش عيال عيال امسكوا انا بريك المهارات يلا امسك بالزمان ما لعبت والله سنه ما لعبت يلا العب العب ما في شيء العب والله ما يصير كت كتف لك ما شاء الله عليه يا حتى المترين يا الله شوت يضبط لي لا انت ولا حسام يا حسام شوت يا الله 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 حسام تحليم جوال ترى نواف في حرس يا شباب لما خله خله يحرس خلاص دعم دعم ها نواف حارس الحين حسام سعود تحداك تسجل عليه كويس غير غير ايوه 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 مهاره ابا 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 سعود وينك يا واحد يخش معي خلاص مرمى مرمى يا كوتش مستوى يا حسام زو بما ان كلنا خلصنا كل واحد جولته قررنا الجزء الثاني نخليها جوله اخيره اللي هي الثانيه بس بتكون وشي تكون مشاركة بيننا حنا ثلاثتنا على سعود فقررنا فكرة من يقولها نواف ولا حسام أنا أقولها يلا حسام قررنا كلنا الثلاثة نشتري المدة 60 ثانية معلش 60 ثانية 60 ثانية ما يستاهل 20 ثانية خلص 60 يا عيال 60 ثانية نشتري كل شيء في البقالة أنا وحسام ونواف يشتري لنا سعود انا باخذ اكل صحي صراحه غالي شوي طبعا يا جماعه الخير هذا التايم اوت تمام راح ابدا لمين 60 ثانيه وبوقف بس عندي شروط دقيقه شيك مبحوث طيب ما ادري اللي ياخذ غرضين مكررات ما في او تاخذ اغراض ما تبيها كيفك 60 ثانيه لا لا يعني احسب احسب واحد اثنين ثلاجه يا عيال انا استقبل لا يا عيال هي يا كل داخل كراتين نواف رايح شوي يلا باقي 20 ثانية لا 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 لا
حلو. خلص خلص. تقعد تاخذ لك غرضي، كل واحد غرضي. وين وين غرضي؟ هناك هناك. لا هذيك لا لا مو فاضي. انا بس رحمتك خلاص. رحمتك ايش ذا؟ انا خلاص ما قصر، جاب لنا كل شيء. خلاص؟ اخ باقي كم باقي؟ باقي 10 ثواني. خلاص باقي ثانيتين. خلاص هذي اخر شيء. لا 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 اتوقع خلاص خلاص والله العظيم انكم يلا طلع والله ما تاخذون ذولي كله. لا والله العظيم فيها لا لا حساب حساب صرف نعمه خذ حبتين ورجع. لا 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 والله انت خذ عطرك. يلا والله انت تدفع والله. يلا 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 سعد مشينا. يلا يلا عندك شيء. يلا رجع رجع مصنع ابي حضر جاي. جاهز جاهز جاهز. ايه تقان كم والله غالية. مش ثلاثين واحدة 19 ما ادري ب20. وكذا وصلنا لنهاية المقطع يا جماعة الخير. شكرا لكم، شكرا على دعمكم، شكرا يا شباب على الجزء الثاني. الحمد لله استمتعنا. مو شكرا استمتعت اكيد انت ويا لانكم ما لسه والله ونسناك. والله ونسناك ودفعناك شيء بسيط صح. بس يا جماعة هذا قاعد يتمرن، هذا بالمقطع قاعد يتمرن. الحقوا عليه بسرعه لان ودي يتمرن. المهم يا جماعة الخير راح نسوي ان شاء الله الاسبوع الجاي برضو جزء ثالث واخير بيشوف الفرق اللي من اللي بيسوي عقاب ومن راح بيني يفوز. انا ولا نواف على حظي انا فنشوف من هو. اكتبوا لنا تحت انتم اذا ودكم عقابات، اكتبوا لنا تحت ايش العقاب اللي حابين تسوونه في نواف او في راكان. فحتى الشباب بعد بيجهزوا. لا لا تكتبوا لي تحت، اكتبوا لي بالخاص واكتبوا لي بالخاص عشان يكون عقابات مختلفه. لا لا يبغى الخاص عشان احنا ما ندري، لا اكتبوها بالعام، اكتبوها بالعام عشان هم ياخذونها ويعطونها. المهم شكرا لكم، لا تنسوا تكفون لللايك. غير كذا يا جماعة الخير بنحط لكم تاجين، إذا ودك تشارك صور الشاشة حطينا تاج في الانستغرام وراح نختارك عشوائيا. حساباتنا موجودة تحت في الديسكريبشن، تابعونا نحبكم كثير. كم معكم كم سليمان و سليمان سعود سليمان. شباب اللي يصور معنا في الشارع يلقانا أو شيء حطوا تاج عشان نشوفكم انستغرام. صح I love you كلكم.